طالباتي للصف التاسع أقدم لكم الدرس الثاني، رد الفعل المنعكس من وحدتنا السابعة، وحدة الضبط والتنظيم. الفكر العام للوحدة يساعد الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء على استمرار الجسم في المحافظة على ثبات البيئة الداخلية عند تعرضه لتغيرات خارجية أو داخلية. ذكرنا أن التغيرات أو المثيرات يمكن أن تكون خارجية مثل الضوء والحرارة، ويمكن أن تكون داخلية أي داخل جسم الكائن الحي. إذن استمرار الجسم في عملياته الحيوية هذا الأمر الذي يؤدي إلى الاستجابة لهذه المثيرات. إذا ما الجهاز العصبي وكيف تؤثر الهرمونات في أنشطة الجسم المختلفة؟ تهيئتنا لدرس اليوم بناتي، وضحت لكم أسئلة على لعبة خطوات نحو. لنرى السؤال الأول، اذكري أنواع الخلايا العصبية. ذكرنا أن الخلايا العصبية ثلاثة أنواع. ممتاز، خلايا حسية وخلايا عصبية موصلة وخلايا محركة. إذن عندي خلية عصبية حسية لها وظيفة معينة، وخلية عصبية موصلة لها وظيفة معينة، وخلية عصبية محركة كذلك لها وظيفة معينة. لنرى السؤال الثاني بناتي، مما يتركب الجهاز العصبي؟ ما هي مركباته وما هي مكوناته؟ نعم، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. إذا نتركب من جهازين، عصبي مركزي وعصبي طرفي. ذكرنا أن العصبي هو الذي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي، والطرفي يتكون من الأعصاب التي تخرج من الدماغ والحبل الشوكي. ممتاز. لنرى قيمة الأسبوع بناتي، ذكرنا أنها التسامح، لنترفع عن الصغائر ونسمو بالأخلاق العالية التي تتميز بها الهوية القطرية في مجتمعاتها وتعاملاتها مع المجتمعات الأخرى. قيمة الشهر عندنا هي الابتكار، وذكرنا أن كل تطوير في أي أسلوب أو فكرة أو أي مخترع يسمى بالابتكار. أهدافنا لدرس اليوم عزيزاتي أن تستنتجي كيفية محاكاة السيال العصبي، وأن تشرحي ماهية رد الفعل. ووضحنا في الحصة الفائتة تعريف السيال العصبي، وذكرنا أن هنالك إشارات تخرج من الخلايا العصبية سواء كانت موصلة أو محركة أو حسية. لنرى محاكاة السيال العصبي لهذه الخلايا. في الصورة التي على يميني هنالك جسم ساخن، إناء ساخن تم لمسه بالخطأ. ماذا تتوقعي أن يحدث عند لمس إناء ساخن؟ نعم، ممتاز، يستجيب الجهاز العصبي فتتحرك اليد بعيدا. إذن الاستجابة تحدث بعد لمس الإناء أو بعد التعرض للمثير أو المتغير. هذا المثير هو مثير خارجي، وهو عبارة عن درجة الحرارة. ذكرنا أن المثيرات خارجية مثل درجة الحرارة والضوء ورائحة الطعام، ومثيرات داخلية داخل جسم الكائن الحي. إذا ماذا نسمي حركة اليد اللا إرادية بعيدا عن الإناء؟ طالما أنه حدث لمس لهذا الإناء الساخن، تم ابتعاد اليد من الإناء، ماذا تسمي هذه الحركة اللا إرادية؟ تسمى عزيزاتي برد الفعل المنعكس، تسمى برد الفعل المنعكس. إذا من خلال ما تعلمناه، ما السيال العصبي؟ ذكرنا أن السيال العصبي هو الإشارات الكهربائية التي تنتقل عبر الخلايا العصبية في اتجاه واحد، ودائما يرمز للسيال العصبي بشكل أسهم متجهة في اتجاه واحد. السيال العصبي دائما هو في اتجاه واحد من خلال الخلايا، سواء كانت خلايا حسية أو خلايا عصبية موصلة أو خلايا عصبية محركة. إذا ما هو رد الفعل المنعكس؟ من خلال الرسمة التي على يمينك هنالك مطرقة طبية، تم طرق الركبة بواسطة هذه المطرقة الطبية للكشف عن مكان الألم، وتمت استجابة لهذه الطرقات. طيب، عرف رد الفعل المنعكس. إذا ما هو رد الفعل المنعكس؟
ذكرنا أنه استجابة سريعة وتلقائية للمثير بصورة لا إرادية أو دون إرادة. إذا ما اسم المسار الذي يتضمنه رد الفعل؟ المسار الذي يتضمنه رد الفعل هو المسار الذي يتحرك فيه السيال العصبي. إذا رأيت هذه الأسهم متجهة في اتجاه واحد خلال الخلايا العصبية فهي عبارة عن إشارات كهربائية تسمى بالسيال العصبي. إذن المسار الذي تسلكه هذه الإشارة يسمى بقوس رد الفعل، يسمى ماذا؟ قوس رد الفعل. لماذا يسمى قوس رد الفعل؟ لأنه يتحرك بشكل قوس، تبدأ من الخلايا الحسية، مجرد ما تم الطرق لأسفل الركبة تبدأ الخلايا الحسية بالإحساس، وإلى الخلايا الموصلة، الخلايا العصبية الموصلة، ثم إلى الخلايا العصبية المحركة، مما يؤدي إلى تحريك الرجل. إذن نعقب على الكلام، ماذا يحدث عند ضرب الركبة بمطرقة طبية أسفل الرقبة؟ تصدر الأوامر خلال رد الفعل المنعكس، ولكن من أين تصدر هذه الأوامر؟ تصدر من الحبل الشوكي. ممتاز، تصدر من الحبل الشوكي. إذن نضع في الاعتبار أن الأوامر خلال رد الفعل المنعكس تصدر من الحبل الشوكي دون تدخل الدماغ. إذن كيف يقرر الشخص ما يفعله لإيقاف الألم؟ تنقبض عضلات الفخذ فينتج سيال عصبي. تنقبض عضلات الفخذ فينتج سيالا عصبيا كما رأينا بالأسهم، عبر الخلايا الحسية إلى الحبل الشوكي. الحبل الشوكي هو اللي بيحدد رد الفعل أو بيعطي الأوامر لرد الفعل المنعكس، مما يفسر عمل السيال العصبي. إذا ما أهمية رد الفعل؟ ما أهمية حدوث رد الفعل؟ إذا تعرض جسم لحرارة أو لضوء عالي في العينين، فإذا لم يكن هنالك رد فعل لهذا الجسم، رد فعل لا إرادي أو غير تلقائي، ماذا تتوقع أن يحدث؟ أهمية رد الفعل تكمن في أنه يحمينا من المخاطر والإصابات، يحمي الجسم من المخاطر بالإصابات. إذن سؤال اختبر نفسك الثاني، ماذا يحدث عند تسليط ضوء قوي بشكل مفاجئ على عينيك؟ هل غلق العينان فعل منعكس في هذه الحالة؟ فسر. إذن عند تسليط ضوء قوي بشكل مفاجئ على العينين ماذا يحدث؟ يتم غلق العينين، ولكن هل يتم بصورة إرادية أم لا إرادية؟ بصورة لا إرادية. إذن غلق العينين رد فعل منعكس. إذن الإجابة نعم، أن العين أن إغلاق العينين عند تسليط ضوء قوي يسمى برد فعل منعكس. نفسر ذلك بأنه تم بطريقة لا إرادية، أي فعل يحدث بطريقة لا إرادية أو لا تلقائية يسمى برد الفعل المنعكس. طيب عندنا سؤال الغلق، سؤال الغلق 9 صفحة 28، ما الجزء المسؤول عن تفسير السيال العصبي والاستجابة له في حالة رد الفعل المنعكس؟ الدماغ أم الحبل الشوكي أم الأعصاب أم العين؟ كما ذكرنا في الشرح السابق أن الحبل الشوكي هو المسؤول عن تفسير السيال العصبي والاستجابة في حالة رد الفعل المنعكس دون تدخل الدماغ. إذن عزيزتي الطالبة لتدوني على الدفتر ما تعلمتيه في شكل خريطة ذهنية. بارك الله فيكن.